والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال والتفاصيل مع ليلى عمر. تفضلي ليلى. شكرا إلهام، شكرا إيمان، ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدا من جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو الإيطالية، ضم إيمانويلا كولومبو رئيسة الوفد المفوضة لشؤون السياسات العلمية ونيكولو أستي رئيس الوفد المفوض لشؤون العلاقات الدولية مع أفريقيا. وخلال اللقاء أكد الملا أهمية توافق التدريب العملي مع الدراسات النظرية لإعداد جيل مطلع ومستعد لمواجهة التغيرات المتلاحقة في صناعة البترول والغاز والتحول الطاقي واستدامة الإمدادات، وذلك بالتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، مثمنا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الإيطالية في مختلف المجالات. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وفدا من شركة ميتيرا الكندية للطاقة برئاسة كلايتون ويتس رئيس الشركة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، بالإضافة إلى استعراض موقف أعمال الشركة بمناطق امتيازها في كوممبو وسيناء بمصر. وأكد الملا أن الشركة الكندية شريك هام للقطاع من خلال ما تحققه من نتائج أعمال متميزة، خاصة في معدلات حفر الآبار بمناطق امتيازها بالشراكة مع هيئة البترول وشركة جنوب الوادي، مما يعكس رغبة الشركة والتزامها بالعمل في مصر. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية مدعومة بالأمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.57% ليصل إلى 84.2 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.63% مسجلة 77.67 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.5% لتصل إلى 2.82 دولار للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.93% لتسجل 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة في يناير الماضي بفضل صعود قوي لكل من الواردات والصادرات. وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري السلعي ارتفع بنقطتين مئويتين يصل إلى 91.5 مليار دولار، ونمت واردات السلع 8.8 مليار دولار لتصل إلى 265.3 مليار. كما زادت صادرات السلع 7 مليارات مسجلة 173.8 مليار دولار. تباطأ النمو الاقتصادي الهندي بشكل أكبر في الربع المنتهي في ديسمبر بعد سلسلة قرارات بنك الاحتياطي الهندي الخاصة برفع أسعار الفائدة والتي أضرت بالطلب مع استمرار ضعف قطاع التصنيع. وأظهرت بيانات للحكومة الثلاثاء أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سجل نموا بنسبة 4.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر على أساس سنوي، انخفاضا من 6.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وانكمش قطاع التصنيع في الهند بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع نفسه، وهو ثاني انكماش على التوالي يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي والصادرات. ختام أخبارنا الاقتصادية، عود مرة أخرى لإلهام وإيمان لاستكمال النشرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.